السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سالم سعد. اليوم سوف نتعلم طريقة تنصيب أي نظام على Virtual Box أو البيئة الافتراضية. نقوم في الدخول إلى NU. في هذا الفيديو سوف نقوم في تنصيب ويندوز 11. نقوم في اختيار الاسم أو ونفضل أيضا نقوم في كتابة اسم النظام ويندوز 11، وثم نقوم في اختيار المسار أو الفايل. نقوم في اختيار مكان الحفظ، وثم نقوم في اختيار select، والاختيار الثالث نقوم في تركه فارغا إلى لاحقا. وفي التايب نقوم في اختيار ويندوز، وفي الفيرجن نقوم في اختيار الويندوز، وإن كان ويندوز سيرفر نقوم في اختيار الإصدار وهكذا. وثم نقوم في نقر نيكست، وثم نقوم في تحديد البروسيسور والميموري أو الرام، وثم نقوم في عمل نيكست، والمساحة نقوم في تحديدها مثلا 40، وهذه المساحة وهمية طبعا. وهنا التفاصيل او الملخص، وثم نقوم في فينيش، وثم ندخل الى السيتنج، وندخل الى الستورج، وثم الانبوت، ونقوم في اضافة الديسك من شوت فايل. نقوم في الذهاب الى المكان الذي قمنا في تحميل الملف به او نسخة الويندوز 11 به، وثم نقوم في عمل اوكي، وثم نقوم في عمل اصدار، وننتظر الى ان تتفعل الويندوز 11 الاصدار الوهمي طبعا بعد ان يتم تحميل هذه. الان سوف نوقف الفيديو كما تشاهدون. هنا تفعل لدينا عمل الويندوز 11، نقوم في تكبير الشاشة ونرى، وهنا نقر على انتر ليقوم بنقلنا الى الشاشة لتنصيب الويندوز 11. عند اختفاء الماوس نقوم في النقر على الالت، اعتذر، الكنترول ليظهر الماوس، ننقر على كنترول، وفي بعض الحواسيب ننقر على Alt. هنا نقوم في اختيار التايم والفورمات، ايضا نقوم في عمل انستال، وهنا يتنصب لدينا الويندوز 11. والآن نتمنى لكم الاستفادة من هذا الفيديو القصير وتعلمنا به طريقة تثبيت ويندوز 11 أو أي نظام على فيرتشوال بوكس أو البيئة الافتراضية. نتمنى لكم الاستفادة ومن نشر العلم للأشخاص الآخرين، ومع السلامة.